ماذا تعرف عن بلع اللسان؟ اللسان هو عبارة عن عضو من أعضاء الجسم يتواجد في الفم ومكون من مجموعة من الألياف العضلية، وتكون وظيفته في المساعدة على الكلام وابتلاع وتحريك الطعام. ما يحدث من خلال بلع اللسان هو أنه لخلل ما في الجهاز العصبي للشخص المعني يتم حدوث تشنجات عصبية يصاحبها فقدان للوعي، وبالتالي فإن الجسم يرتخي وترتخي عضلاته. ومنها أن الفك واللسان بالإضافة إلى لسان المزمار تتعرض للارتخاء، وهذا يتسبب بأن تسقط قاعدة اللسان في المجرى التنفسي للشخص، وهذا بدوره يؤدي للاختناق، ومن ثم إذا لم يتم إسعاف الشخص المصاب وبسرعة فإن الشخص يتعرض للوفاة. ما هي أسباب بلع اللسان؟ من أسباب بلع اللسان قد يحدث بلع اللسان نتيجة لحدوث اختلاف في نسبة عنصر البوتاسيوم وعنصر الصوديوم في الدم. قد يحدث كنتيجة لحدوث هبوط في نسبة السكر في الدم، وقد يحدث كنتيجة لحدوث إصابة بالرأس، وأيضا حدوث ارتجاج في الدماغ، حيث يمكن أن تؤدي إلى أن يفقد المصاب وعيه، وأن يحدث اختلال في وظائف الدماغ واختلال في التيارات العصبية والشحنات الكهربائية، وبالتالي حدوث تشنجات عصبية حادة. قد يحدث بلع اللسان أيضا كنتيجة لحدوث قصور مفاجئ في الدورة الدموية، كما يحدث في حالة الرجفان الأذيني. إن عملية إسعاف المصاب بهذه الحالة لابد من أن تكون سريعة ودقيقة، وذلك لكي تستطيع إنقاذ المصاب بسرعة قبل أن يختنق، وقبل أن يحدث خلل إضافي في الدماغ كنتيجة لانقطاع الأكسجين عنه. ولكن لابد مهما كان الأمر من أن يتمالك الشخص المسعف أعصابه ونفسه، وأن يتصرف بهدوء، وأن يكون مدربا، ولا تحاول أن تعيد اللسان إلى مكانه بيديك، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية: لأن اللسان عضلة قوية وبالتالي من الصعب تحريكه، ولسبب بوجود اللعاب حتى لا يطبق المريض بأسنانه على أصابعك ويقطعها أيضا. إذا ما هي طريقة إسعاف المصاب ببلع اللسان؟ أولا قم برفع الرأس للخلف، رأس المصاب للخلف، واضغط على فكه السفلي، وحاول أن تدفع زاوية الفك الأمامي، ومن ثم سيعود اللسان لمكانه. ثم قم بإمالة رأسه للخلف بحيث يكون الذقن في أعلى مستوى، ثم افتح الفم عن طريق تحريك الفك السفلي للأسفل، ثم قم بسحب اللسان لإخراجه عن طريق جعل السبابة والإبهام بوضعية الخطاف، ومن ثم شده للخارج، لكن يفضل استخدام أداة متخصصة له لتفادي ما ذكرناه سابقا. إذا واجهت صعوبة في إرجاع اللسان لمكانه، استعمل أنبوب التنفس لمساعدته على التنفس إلى أن يتم معالجة الحالة. لابد من إيصال المريض للمستشفى للمتابعة ولمراقبة حالته بعد إرجاع هذا اللسان.